انا سعيده بالحضور ديالي معكم اليوم في مهرجان، وهذه اول مره. اول مره كنحضر لهاد الدوره هادي. فوالا عيطوا ليا وتقبلت الدعوه وجيت. الجديد الفني ديالي عندي جوج المسلسلات ان شاء الله. واحد غادي نصوره في لافان دو موا، ومسلسل ثاني غادي نصوره ان شاء الله في الاوائل ديال يناير. وغتكون شي حاجه في رمضان ان شاء الله. هو الناس كلهم خصهم يتلقحوا بيان سور، انا مع التلقيح، ولكن الجواز كيف قلت من قبل انا ما ضد، فهمتي؟ انا محايده. المهم انني انا درت التلقيح ديالي وعندي الجواز ديالي. مي باش نهضر على الجواز نقول لك زعما واش ضروري خصو يكون باش تدخلوا لي ماكازان، باش تدخلوا لي ريستورون، باش تدخلوا المناطق العموميه، هذاك الشيء انا ما صراحه ما عندي فيه حتى شي راي. انا نقول لك واحد الحاجه، انا ماشي ضد، بالعكس. الا كانت مؤثره ولا مؤثر باغي يدخل التمثيل على شرط انه يكون انسان موهوب، تكون عنده الموهبه ديال التمثيل. اما باش يدخل مؤثر ولا مؤثره الميدان ديال التمثيل وما عندوش الموهبه ما كاينلاش، حيت انا كيتسمى غير متطفل على الميدان. ولكن الا كانت عندك الموهبه بيان سور تقدر تدخل التمثيل وتشتغل على راسك وتثقل الموهبه ديالك بالمعرفه وبالدراسه وبالبحث. ملا ما كانش عندك ان دور ما عندك والو. الغناء غني شويه. لا ما نغنيش. لا لا ديجا كنت غنيت واحد الكوفر قبل انا واسامه، والحمد لله لقى واحد النجاح، وصلت تبارك الله ل 9 مليون ديال المشاهده سوغ يوتيوب. وهذا اللي هذا هو الحافز اللي خلاني انني نعاود نفكر ندير شي حاجه ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.